مجموعة من الشقق المميزة في جبل عمان وعبدون، ومشروع في منطقة السلام بنعور بإطلالات رائعة. مرحلة تركيب الألمنيوم في فقرة مراحل البناء، خدمة صيانة قبل الشتاء في صيانة منزلية، ومهنة مهندس فحص التربة ضمن مهنة عقارية. بالقرب من الدوار الخامس في أجمل مناطق جبل عمان، شقق طابقية بمساحة 340 متر مربع. في السوق العقاري تعتبر عقارات جبل عمان لها طابع خاص ما بين عقارات العاصمة عمان. السبب الرئيسي هو المحيط الراقي، شبكة الطرق الرئيسية، وأهم عامل هو الإرث الاجتماعي والسياحي لهالمنطقة. اللي بيميز هالمشروع المحيط الراقي والمداخل الفخمة والواسعة في البناية. صالونات بمساحات كبيرة وتراسات واسعة بإطلالة ولا أجمل على جبل عمان. التشطيبات في العمارات السكنية نوعين، تشطيبات داخلية داخل الجدران إحنا ما بنشوفها، والتشطيبات الثانية اللي هي موجودة في الخارج ونقدر نشوفها مثل الأرضيات، الأسقف وحتى الأبواب. مشان هيك دائماً بركز على المطور العقاري وتعرف مين المطور العقاري اللي أنت مشتري منه، لأنه راح يهتم بالتشطيبات الداخلية زي التشطيبات الخارجية. الشقق بمواصفات مميزة وأربع غرف نوم وجودة تشطيبات عالية جداً. تفاصيل أكثر زوروا موقعنا kushan.com. اللي بيميز هالمشروع السكني في منطقة عبدون الاهتمام بالتفاصيل، تصميم وتنفيذ المعماري لابد انه يجذب انتباهك لما تكون قريب من هالمشروع، ذكاء واهتمام هندسي واضح. تعتبر منطقة عبدون واحدة من افضل المناطق السكنية في العاصمة عمان. منطقة عبدون منطقة كبيرة تنقسم الى عبدون الجنوبي، عبدون الشمالي، وعبدون الوسطاني. المشروع اللي احنا موجودين فيه في اجمل مناطق عبدون ومحيط فاخر من الفنادق الخمسين نجوم. مساحة الشقق تتراوح ما بين 213 متر مربع و217 متر مربع ثلاث غرف نوم. جميع الشقق لها إطلالات جميلة على عمان والمحاطة بأهم ثلاث فنادق خمس نجوم في عمان.
التقسيمات الداخلية ذكية والتشطيبات ممتازة. من أهم عوامل نجاح الاستثمار العقاري هو الشراء بالوقت المناسب. 100% بكون قرارك صحيح لما تشتري العقار بالأوقات الاقتصادية الصعبة، لما يكون العرض أكثر من الطلب. هون أنت بتقدر تأخذ السعر المناسب للعقار المناسب. مشروع شقق سكنية بأجمل مناطق عبدون بمواصفات عالية. زوروا موقعنا kushan.com للتفاصيل. شقق طابقية بمساحة 340 متر مربع في أجمل مناطق ناعور. حتى كلمة أجمل مناطق ممكن تكون قليلة على هالموقع السكني المميز. تعتبر منطقة العويلية من أجدد المناطق السكنية في ناعور. منطقة جميلة جداً بإطلالاتها على الغرب، بالإضافة لأنها مخدومة بشبكة طرق رئيسية، وأهمها طريق من عمان إلى البحر الميت. الشقق من الداخل واسعة ومقسمة بطريقة ناجحة، وأكيد الإطلالات الجميلة متوفرة في الأربع واجهات لشقتك. إحنا في المرحلة النهائية من التشطيبات والمشروع جاهز للتسليم. نصيحتي العقارية لإلكم هي التخطيط المالي الصحيح عند شراء العقار بالأقساط. تأكد أنه يكون التخطيط مالياً عندك صحيح عشان ما يكون هذا العقار عبء عليك في المستقبل ويكون استثمار ناجح. أربع غرف نوم كبار والاهتمام واضح بالحمامات والتفاصيل الأخرى. إذا مهتم بمشروع منطقة السلام، زوروا موقعنا kushan.com. وصلنا لمرحلة تركيب الألمنيوم ضمن مراحل البناء مع البناؤون الدقيقون. لما بنحكي عن مرحلة الألمنيوم احنا بنحكي عن مرحلة كثير مهمة. احنا في مراحل سابقة حكينا كيف نعزل المبنى. واحدة من
النقاط الأساسية في العزل اللي هي مقطع الألمنيوم. بعد ما نخلص مرحلة البلاطات وتركب بلاطيش الشبابيك بيجي مقاول الألمنيوم أو شركة الألمنيوم بتأخذ قياسات الألمنيوم. مقطع الألمنيوم له مواصفة معينة، كل ما كانت هاي المواصفة بدها تكون سماكة مقطع الألمنيوم، وزن المقطع، سماكة القزاز، الغاز المحقون بين طبقات القزاز. وفي احنا في مشروعنا هون استخدمنا مقطع سماكته 1.8 × 10 ملي متر محقون بغاز الأرجون وعليه طبقة لوئي اللي بيخفف امتصاصية أو نفاذية أشعة الشمس، لأنه زي ما احنا شايفين بمشروعنا هون الواجهات أغلبها قزاز، فاهتمينا كثير في موضوع الألمنيوم. يعتبر إغلاق الفتحات الإنشائية اللي هي النوافذ من أهم الخطوات للمراحل النهائية ضمن مراحل البناء، وذلك لضمان أفضل عزل هوائي ومائي وصوتي للمنزل. هلا لما نفوت على مرحلة الألمنيوم، وهي تقريبا بتكون هاي من أواخر مراحل عندنا بالمشروع، أول شغلة ما أخذ قياس الألمنيوم لازم أتأكد من عرض الشباك وارتفاع الشباك بحيث ما يكون عندي سكاجات. شو يعني سكاجات؟ يعني يكون عندي الشباك مثلا هون مترين من فوق، مترين واثنين سنتي. هذا الاثنين سنتي بيعمل لي مشاكل بالمي، بيعمل لي مشاكل بالهواء، بيعمل لي مشاكل بالعزل. فأنا لازم أتأكد إنه عرض الشباك واحد وارتفاعه واحد. هلا في تركيب الألمنيوم، قبل ما نحكي في تركيب الألمنيوم، أنا بيهمني في قياس الألمنيوم لما يجي شركة الألمنيوم تأخذ قياسات في نقطتين مهمات اللي هي سلاحات الحجر والبراطيش الموجودة أسفل مقطع الألمنيوم. لما يأخذوا القياس بيهمني بكل صادي موجود على هذا السلاح أو على هاي البرطاشة يكون أي بعدين متقابلين يكونوا متساويين، بحيث في المستقبل لما نقعد مقطع الألمنيوم المسافات تكون جميعها متساوية. بعدين باخذ قياس شبابيك كامله بين السلاح الحجر وسلاح الحجر وبين البرطاشه والبطانه. نيجي اول مرحله من تركيب الالمنيوم، بركب اللحلوق. اللحلوق بتكون على داير الشباك، بعدين بركب الدرف بحيث اتاكد من الشبراتها، اتاكد من السيليكون، اتاكد من مسار الشباك مستقيم، اتاكد من المجاري الالمنيوم تطلع المي بحاله الشتاء تكون نظيفه وممتازه. بالنسبة لاختيار الألمنيوم بمرحلة التصميم الخارجي أو الداخلي، أول شيء بنعتمد على اللون حسب الطراز الموجود عندنا، إذا هو مودرن أو كلاسيك في ألوان معينة بتزبط معانا. بعد هيك نوع الأباجور المستخدم، بيكون في عندنا نظام داخلي، بيكون في عندنا نظام خارجي، وأهم نقطة عندنا الدبل جلاس أو البيجي ترابل على حسب العزل اللي بيكون موجود عندنا. عند بداية فصل الشتاء لابد من عمل صيانة خاصة لمنزلك. فريق بروفيكس راح يعرفنا على تفاصيل خدمة صيانة قبل الشتاء. تلقينا اتصال من أحد العملاء لعمل صيانة ما قبل فصل الشتاء. توجهنا إلى البيت، كان أول شيء لازم نقوم بعملية التشيك عليه اللي هو غرفة البويلر. كان واضح إنه البويلر مهمل من فترة، قمنا بعملية صيانة البويلر. طبعاً يجب عمل تنظيف للبويلر، تفقد الحارقة وتفقد المضخات اللي خاصة في البويلر. طبيعي بنقوم بعملية تنظيف البويلر بواسطة فراشة خاصة. الخطوة الثانية اللي هي بنقوم بعملية تنظيف الحارقة. تنظيف الحارقة بتتم من خلال اللي هي الأجزاء الخاصة فيها الجزئين اللي هو دورة الوقود ودورة الشرارة. دورة الوقود اللي هي بتهم العين السحرية اللي يجب تنظيفها، تشيك على الكنترول بوكس اللي خاص اللي هو صندوق الضوابط اللي خاص بالحارقة. يجب عمل صيانة دورية كل بداية فصل شتاء للبويلر وللروديترات وتفقد الروديترات وتفقد خزائن الخاصة في التدفئة المركزية قبل بداية فصل الشتاء. مع بداية فصل الشتاء وتشغيل البويلر، بعد أول تشغيلة بنصف ساعة تقريباً يفضل أنه صاحب البيت يمر على جميع الدفايات أو الريديترات اللي خاصة بالشقة ويتفقد هاي الدفايات
بحيث انه ما يكونش في داخلها اي هواء وتكون كلها دافيه بشكل جيد. عند عمليه تنظيف البويلر يجب عمل العيارات الخاصه بالهواء والوقود بحيث انه نتاكد تماما انه الاحتراق بصوره جيده، وهذا الحكي بيعمل عمليه توفير من ناحيه الوقود في احتراق البويلر. بعد ما انتهينا من صيانه البويلر وتفقد الروديترات توجهنا للسطح لتفقد مزاريب الأمطار. طبيعي مزاريب الأمطار أحياناً ممكن تتعرض أنه صار في حواليها كمية من الشوائب، يجب عملية التنظيف تجربة هاي المزاريب حتى نتأكد من سلامتها 100% ما قبل مرحلة الشتاء. طبعاً من خلال تفقدنا للمزاريب اكتشفنا أنه بعض المزاريب بدها شوية إصلاح. الروبة اللي حوالين المزاريب راح نقوم بعمل روبة خاصة حواليهم وعزل خاص حوالين هاي المزاريب والتنظيف والتشييك عليهم حتى يكون أمر المزراب مهيأ لاستقبال فصل الشتاء. بعد ما انهينا تفقدنا للمزاريب توجهنا إلى شبابيك الغرف والصالات في المنزل. اكتشفنا أنه في عندي بعض الشبابيك في الشبر الداخلي اللي حوالين الألمنيوم، وفي بعض مجاري المياه اللي بتكون في داخل الألمنيوم بدها عملية تنظيف، وبدنا نعيد عملية هيكلة الشبر لهاي الشبابيك حتى الأمور الشبابيك تكون أمورها 100% وما تدخل هواء. طبيعي كل هاي الأمور إحنا بنقوم بعملية تفقدها من مزاريب، من شبابيك، من أباجورات، هاي كلياتها بتعمل عملية فقدان للحرارة في داخل البيت، وهذا الحكي من خلاله بيتم عملية تشغيل البويلر لفترات أطول، وبالتالي بيصير في عندي مصروف للوقود أكثر. خلينا نتعرف على مهنة مهندس فحص التربة. يا سيدي، مهنة فحص التربة هي تسمى بصورة أعم وأوضح الهندسة الجيوتقنية، وهي جزء من الهندسة المدنية المعروفة لدى جميع الناس. هذه الهندسة تختص بدراسات التربة، ومنها فحص التربة والذي نسميه استطلاع الموقع. الهندسة الجيوتقنية لها علاقة بالطرق والجسور والمباني والسدود وجميع منشآت الهندسة المدنية. وفي الأردن هي مهنة نسبياً جديدة، في بداية الثمانينات أواخر التسعينات ابتدأت، وابتدأ بعدد قليل من المكاتب، وبعد ذلك نظمت الهندسة حيث تم عمل كودات لاستطلاع الموقع وتعليمات من نقابة المهندسين لاستطلاع الموقع، فيتبعها معظم المكاتب الهندسية. الخطوات المتبعة في دراسات استطلاع الموقع تبتدئ أولاً من الديسك ستادي، دراسة المكتب. ندرس المشروع من ناحية مساحات، أبعاد، أعماق، إذا كان مبنى هل هناك تسويات عميقة، ما هو عدد الطوابق، ما هي المساحات، وبناء على ذلك نقوم بتحديد عدد الآبار السبرية، يعني نقاط الاستطلاع اللي نسميها بور هولز بسموها بالإنجليزي، وأعماقها حسب كود استطلاع الموقع الأردني وحسب تعليمات نقابة المهندسين. بعد ذلك نقترح هذه الخطوة، نبعثها للمالك أو للمهندس المسؤول. حين ورود الموافقة على هذا الاقتراح نقوم بإرسال الجيولوجيين المختصين إلى الموقع، وبعد ذلك لتحديد مواقع الآبار في الموقع حسب الإحداثيات التي تم تحديدها في المكتب، ونرسل الحفارات drilling rigs، الحفارات لاستطلاع الموقع، وتقوم بأعمال فحوصات الميدان واستخراج العينات ليتم فحصها في المختبرات. بعد ذلك يتم تحليل نتائج الفحوصات المخبرية والميدانية، ويتم البدء في أعمال التحليل وتحضير التقرير،
وهذه العملية تكون عملية تشاركية بين المهندسين الجيولوجيين والجيولوجيين والمهندسين المدنيين اللي هم جيوتكنيكال انجينيرز. جيولوجية الأردن وتنوع أنواع التربة في الأردن هي تنوع هائل. في المناطق الجبلية وهي تشكل مساحة كبيرة من المناطق التي بها إعمار، وهذه أنواع التربة أقل نوع من بسبب المشاكل في تنفيذ المباني والجسور والطرق. لما تكون التربة عندنا في المناطق الجبلية بالعادة قوة التحمل لها اللي هي بنسويها مقاومة التربة، تستطيع أن تبني عليها عمارات عالية، أبراج وهكذا، بدون استخدام أساسات مكلفة. في العقبة وفي البحر الميت نحتاج أحياناً إلى استخدام أساسات عميقة وهي مكلفة أكثر وبحاجة إلى تكنولوجيا أدق وأصعب. ولكن لحسن الحظ في السنوات الأخيرة تطورت التكنولوجيا في الأردن في هذا المجال، ولدينا الآن مقاولين عندهم القدرة على تنفيذ مثل هذه الأساسات. طبعاً من خلال التخصص الهندسي الجيوتقنية أو استطلاع الموقع، هناك موضوع آخر وهو استقرار الحفريات ومشاكل الحفريات التي تحدث عادة في الحفريات العميقة وخاصة في فصل الشتاء. وقمنا وبالتعاون مع وزارة الأشغال ونقابة المهندسين بعمل تعليمات لاستطلاع الموقع للحفريات خاصة، وإعداد دراسات لتصميم أنظمة دعم للحفريات. الكفاءات موجودة ولكن عددها قليل الحقيقة في الأردن، مع أنه حجم العمل مش كبير، ولكن برضو في عندنا نقص بالمهندسين المتخصصين بالهندسة الجيوتقنية. الصعوبات عديدة بس أهمها هو حجم العمل والمنافسة، الأسعار، يعني الأسعار في المهنة هاي لم تتغير من 20 عام. نأمل أن يعود حجم العمل إلى طبيعته، وبالتالي تتحسن الأسعار ونصبح قادرين على تعيين مهندسين وجيولوجيين على تخفيف من الأزمة البطالة. أنا دائما بنصح بدراسة الهندسة، لأن المهندس حتى لو لم يعمل بالهندسة بيكون تعلم بالجامعة القدرة على التفكير، القدرة على التغيير، وممكن يعمل في أي مجال. كما أسلفت سابقاً، بعد ذهاب الحفارات والجيولوجيين إلى الموقع وأخذ الفحوصات الميدانية تنقل إلى المختبر، ويتم من مدير المشروع عنا تحديد الفحوصات اللازمة. أهم الفحوصات التي تلزم على كتاب التقرير يوصي بنتائج معينة تصنيف التربة. يتم تصنيف التربة من حيث نوعها، جيولوجيتها، وصفاتها الكيميائية والفيزيائية. أهمها اللي هي نوعية الصخور وقدرة تحمل الصخور وقوة الكسر للصخور، وبالنسبة للتربة كذلك قوة الكسر أو مقاومة القص التي نسميها للتربة، التي يعتمد عليها مباشرة في إعطاء المهندس الإنشائي التوصيات على قدرات التحمل للمبنى ليتم التصميم عليها. فإحنا بحلقة وصل بين الموقع والمهندس الإنشائي الذي سيقوم بتصميم الأساسات.